فاحنا اشتغلنا على هذا الموضوع على محورين. المحور الاول ازاله التعديات الخطوط النقله. في خط اسمه خط الصوامي، خط الالف، بينقلوا المايه دي من محطه جنوب العلمين الى مطروح. الخطوط دي كان لها تعديات كبيره جدا، 700 تعدي تقريبا. فالقوات المسلحه بصراحه يعني ايه فندم 700؟ يعني ايه تعديات على الخطوط؟ الناس بتفتح الخط النقل، خط الف ده يعني قطره الف، يفتحوا تعدي عليه، تفتح الانبوبه، تعدي على الانبوبه، تركب وصله وتاخد منها ميه. بنتكلم في قد ايه بقى يا فندم؟ 700 تعدي، اكثر 4 بوصه. بصراحه ساعدتنا القوات المسلحه، خدت المنطقه الشماليه العسكريه وخدت المنطقه الغربيه بصراحه الحنفيه وصلها على الفكره. وكمان مدير الامن مطروح الحكومه والنيابه العامه بصراحه في ذلك التوقيت، يعني اخص بالاسم بالذكر مستشار سيد عبد المحسن، كان محامي عام اول، حاليا هو اثناء راح نيابه الاستئناف، ساعدنا في احنا فعل القانون، فعملنا ضبط للايقاع ده، فكل اللي كان بيتعدى شال ايده. فرفعنا من 35000 متر مكعب يوم ميه الى 90000 و100000 متر مكعب يوم ميه، فحلينا المشكله بشكل جزئي. سات الرئيس بقى تدخل بحل استراتيجي، رميله واحد محطات تحليه بحر، ورميله اثنين، ورميله ثلاثه. احنا المفروض تبقى المخطط الاستراتيجي وزاره الاسكان مخرج مياه مطروح تبقى لمعدلات النمو السكاني وزاده السكانيه والتنميه، يوصل مطروح النهارده 110000 متر مكعب يوم ميه المفروض. سات الرئيس بيوصل النهارده 160000 متر مكعب يوم ميه، فعشان كده بقول مشكله الميه اتحلت في مطروح.